كتستافدوا، وكنتمنى ان شاء الله انه يتوفقوا هاد الشباب ويوليوا لاعبين ان شاء الله يمثلوا الانديه المغربيه واللي مالا المنتخب المغربي. طبعاً الحال كما كتعرفوا انا كمال بالعربي هو لاعب ديال الاتحاد، وهو المدرسه ديال الاتحاد هي اللي بينات بعد شريف فتح لعب مع شي ماتشات من بعد عاد التحق بالمغرب التطواني. فمعنا الرئيس اليوم سي ادريس طبعاً الحال اللي غيوضح لنا بعض الامور، خاصه ان احد المسيرين اعطى بعض التصاريح بانه كمال بالعربي هو ابنه الفتح النظري، فهذا الشيء اللي ما عجبش المكتشف تاع هذا اللاعب هذا سي ادريس اللي غادي يحاول انه يشرح لنا الانطلاقه ديالو ويردنا على هاد الناس اللي كتعطيها التصاريح بدون مسؤوليه. تفضل سي ادريس، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا سي محمد المخراش، وشكرا لشيف طيفي على هاد الاستضافه هذه اللي استضفتنا اليوم باش غادي نعطيو بعض الايضاحات يعني للجمهور والراي العام اللي تعرف مدرسه الاتحاد الرياضي النظري. نعم سي ادريس، شنو راه وقع بالضبط هاد الايام تصاريح اللي كتنسب واحد لاحد الفرق اللي هي الفتح النظري، واش تكون متفقين مع هادشي؟ سي محمد، انا بصراحه يعني انا تنتفاجئ، انا ما متبعش داك سميتو يعني ناسي داك يعني مده طويله، وحنا ما تندخلش يعني المواقع وما تندخلش. تجا صغوتوا عليا بعض الاخوان قالوا لي ودي بانه بعض المسيرين ديال فتح النظر بانه تيقول بان كمال بالعربي ولد فتح النظر. انا تنكذب تماما، كمال بالعربي جابوا بولده، جابوا باه صغير باقي دري صغير، يعني سجلوا في مدرسه ديال الاتحاد الرياضي النظري، وحنايا الحمد لله يعني حنايا مقام امكان يعني الدري هذا كمال بالعربي يعني يتكون عندنا المدرسه ديال الاتحاد الرياضي النظري، وعندنا وثائق وعندنا مسائل يعني اللي هي تثبت والصور، لان كمال بالعربي ماشي غير وصل غير لحق وصل. كمال بالعربي راه لعب مع فرق كبيره، لعب مع الدفاع الحسن الجديدي، لعب مع الحسيمه، لعب مع فرق كبيره، مع النهضه بركانيه. يعني النهضه بركانيه راك شتي كانت لعبت معاه هنا في الشايبور رياضه، وهو كانت عنده 12 عام وهما جابوا لنا الدراري ديال لي جونيور ولعبته، وكان كمال بالعربي يعني لاعب يعني موهوب. من الاكتشاف اخويا محمد اكتشاف يعني الاول وهو ديالنا حنا، انا اللي صنعت. شكون اللي خلى الناس، شكون اللي خلى الناس انهم يقولوا بانه بالعربي فهو ولد الفريق ديال الفتح مثلا؟ شنو زعما؟ والله ما فهمت اخويا محمد، يعني هاد الاشاعات او يعني او بعض المسؤولين يعني بغاو يعني يشهروا ذاك النادي. لا، النادي لا بغى يتشهر خصو يخدم يعني باش يوصل اللعابه ديالهم هما، يعني باش غيتشهر باللعب ديالي انا. لا، هذاك اللعب كمال بالعربي انا تنفي بتاتا بانه لا علاقه له مع الفتح النظر بتاتا. نعم، ما عندوش العلاقه مع فتح النظر. فتح النظر لعب معها في الميني، لعب معها في شي ماتشات ثلاثة، ومن بعد مشى سميتو يعني كان عندنا مشاكل ديال الملعب يعني ديال الشيبوري هذا، كان يتصلح الملعب الشيبوري هذا كان يتصلح، وما عندنا فين ترينيو يعني. ثم انتقل الى المغرب التطواني، وكمال بالعربي يعني لعب مع المغرب التطواني يعني لعبنا ضد المغرب التطواني، وكان اكتشاف ديال السي حميد كان مدير تقني. من بعد جا عندي قال لي ودي هذا الوليد هذا راه زوين كذا، ولكن قلت له السي حميد يعني الدري باقي صغير يعني راه ما يمكنش الوليدي، ولكن وجا وشويه كبر شويه ومشى المغرب التطواني. المغرب التطواني عندك في التليفون تما التصاور ديالو؟ عندي التصاور ديالو، حيت مسموع انك تقول لنا. فكما كتشوفوا متتبعي قناه شو تيفي، السي ادريس رئيس النادي عنده وثائق وعنده دلائل، ما تيهضرش غير بالفم ديالو. وداك الشيء اللي سرط عليها السي كمال بن كمال، قال لك المفروض تجيب بطاقه اللاعب قدام الكاميرا وصورها مع الفريق. فكنت شفتهم انا دابا بعد شويه، وكنظن انهم بطبيعه الحال نوريهم الكاميرا. هذا هو كمال بالعربي، هو لابس القميص ديال اتحاد النظر. فكمال بالعربي هو هذا، فامام الكاميرا ديالكم، فلابس قميص الاتحاد النظر، باشاره هو في نوع الخلف ديال موسى الدرديش. ها هو موسى الدرديش كذلك. عندك البطاقه ديالو تما قبل لك؟ نعم، عندي البطاقه ديالو، عندي كل شيء يا استاذ. ها هو غادي نوري لك عاوتاني واحد الصوره اخرى يعني تدل يعني باش لعبنا مع النهضه البركانيه. هذه اول لقاء ديالو مع النهضه البركانيه.
يعني بملعب الشبيبة هو رياضة، هو فينا هو بملعب لأن الشبيبة. الملعب لأن النهضة بركانية هذاك الوقت ما كان يلعب معها غير. بطاقة عندك؟ نعم عندي بطاقة إذا كما ديالو. كتشوف كما كتشوفوا الإخوان سي دريس، ربما بقى فيه الحال من بعض الأندية اللي كتنسب هذا السيد هذا لآخر وكتشجع جميع المجهودات اللي داروا بها. إذا فاش جيت عنده هنايا لقيته يعني متوتر، لأنه تيقول كيفاش حنا كنخدموا مع الشباب، كنبينوا أطفال، كنبينوا هاد الناس، كنبينوهم، وفي التالي المجهودات ديال بعض المسيرين ديال الأندية خاصة ديال الفتح اللي تيقول لك أنه راه هذا السيد ولد النادي. فسي دريس ينفي ينفي. ها هو كما بالعربي باش جابوا باه سجلوا أول مرة. إذا هذه البطاقة سي دريس، هذه البطاقة الملف ديال التسجيل، الملف ديال التسجيل ديال كمال بالعربي المزداد سنة 2031 في شهر 5. نعم 30 في شهر 5 الأب ميمون بالعربي، شارع طه حسين، رقم 29 رقم. نعم إذا كما كتشوفوا الإخوان فرئيس النادي هذه الأمور هذه وانتم عندكم جميع الدلائل. يعني عندنا جميع الدلائل، يعني كمال بالعربي من صنع الأستاذ المحضرم والمحنك إدريس الوردي، مدرب محنك ولعب لاعب سابق من جميع الأندية، الكفاح سيدي حيا، النهضة القنيطرية، وجميع وجمعية الضرب العامري، حسنية سيدي سليمان، وواحد الموسم يعني بعض الفرق في يعني كانت تلعب في القسم الثاني، ولكن ما وفقناش الله سبحانه وتعالى يعني ورجعنا ولعبت في لا بروميير في سميتو في لونتوندونس بروميير سي، المدرسة العسكرية اللي كنت لعبت مع لونتوندونس في الرباط. يعني تجربة مسار رياضي كبير اخويا. حاليا شنو حاليا شنو كتوجدوا شنو كديروا السي ادريس؟ حنا الحمد لله عندكم غير بالعربي لو وصلتوا، ولا كاين دراري اخرين؟ ماشي بالعربي، انا نعاود لك هذا القناوي، القناوي دابا اللي تيلعب دابا مع الفتح تيلعب تيلعب اساسي. انا كنت مدرب هذاك الوقت يعني ديال الجونيور. جا السيد الرئيس مشيت عنده قلت له دير هذا، شكون قال لي شكون اللي عندك؟ قال لي قلت له دير عندي هذاك القناوي وهذاك سميتو. قال لي واش هذاك الرقي وغادي؟ قال لي غير جري عليه على القناوي انا نواجهه. قال لي هذاك اللاعب جري عليه. انا ذاك انا شفت هذاك اللاعب قلت اش يقول هذا السيد هذا؟ يعني ملي مشى الدري يعني جا انا ما بغيتش نقول له والو، خليته تيتريني مع الدري، كان تيتريني مع لي سينيور، وكان تيجي تيقول لي استاذ دريس قال لي انا ترتاح معاك انت. قلت له مرحبا. المهم الدري شفت فيه عارفه بانه موهبه القناوي، دابا راه تيلعب اساسي في فتح النظر. قال لي جري عليه شوف الناس كيفاش يعني سميتو، ولكن انا ما بغيتش سميتو نجرح الدري، خليته قلت له ما بغيت نقول له والو. الدري مع المده يعني اكتشفته ها هو دابا تيلعب رسمي، تيلعب رسمي والركيزه الاساسيه يعني ديال فتح النظر. يعني كنت جري الا كنت درت الري ديال الرئيس ديالهم، هذا الرئيس هذا اللي كاين دابا حاليا، لو كنت درت الري ديالو الدري كنا مسكين كنا خرج. والحمد لله مشى مشى المنتخب ديال الهوات، مشى المنتخب لعب منتخب ديال الهوات سي رشيد القناوي. القناوي هو هذاك، وكان يعني من 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 من, من الركيزه يعني لاعب موهوب. انا كتعجبني بالتقنيات نتاعو، يعني لعاب يعني خلوق رشيد. ما يمكنش انا نجري على رشيد، يا رشيد لاعب خلوق ومن ابرز اللاعبين اللي تنشوفهم دابا في فتح النظر، من ابرز اللاعبين. شوف اش كنا غادي كنا ارتكبوا كما تيقولوا جريمه نجروا على ذاك الدري، ولكن بحكم التجربه ديالي انايا في الميدان ما درت ري حتى شي واحد، والدري خليته والحمد لله دابا راه مزيان وراه تيلعب في فتح النظر اساسي. كلمة أخيرة لبعض الناس اللي ربما بالرغم أنكم كديروا مجهود إلى أن الناس ما كتحترمش المجهود ديالكم، شنو تبغي تقول لهم سي إدريس مباشرة في رسالة مباشرة؟ نعم خويا محمد، هذا هو المشكل اللي عندنا، عندنا مشكل كبير، ما تيعترفوش بالجميل، ما تيعترفوش بالجميل، يقول لك بأنه هذا السيد هذا راه عطى واحد عطى لعابة، وبالفعل راهم تيلعبوا في سلوان، راهم في الكيندي، في الحسنية، ففتح الناظور حاليا هيلا الناظور. يعني هذه الجمعيه عطات، ولكن ما تعطيوناش يعني انت تستاهلوا ولو بكلمه شكر. لماذا يعني علاش من علاش ما نشكرش؟ يعني هذا كتشجع، شكر كتشجع، ما تشكرني تشجعني،
ما تعطينيش. راه لازم الانديه هما يعاونونا ويعطونا الملاعب ويعاونونا يعني دعم. عرفتي شو دابا؟ والله اقسم بالله اخويا محمد الا كاين شي مواهب تشوف في المدارس ماشي غير المدرسه ديالي انايا، حتى المدرسه ديالي تشوف مواهب والله الا عندهم مستوى كبير. هاد الاولاد هادو يعني الا تهلاو فيهم يعني هاد الانديه هادو تهلاو فينا حنايا كجمعيات يعني ونوجدون بالدراري يعني فتح الناظور ولا هلال الناظور ولا جميع الفرق ديال ولا الكيندي ولا حسنيه الناظور يعني ما غاديش يحتاجوا اللعبه من برا، غادي يحتاجوا غيحتاجوا ولاد البلاد هما يلعبوا يعني ما كاين لا مصاريف لا والو. الدري عندهم الدار ديالهم وساكن هنا في الناظور يعني هذا مشكل كبير، لانهم دابا حاليا تنشوف يعني الفرق الاغلب الفرق يعني تيجيبوا الدراري من برا تيجي ب 10 ولا 12 يعني النادي اللي تيجيب لك 95% يعني من برا 5% بالدخل ما غاديش ينجح مستقبلا، ما غاديش ينجح اخويا محمد بتاتا. انا تنقولها وتنعاودها واتحمل المسؤوليه، لان الفريق اللي تينجح وهو تينجح بولاد البلاد 95% ولاد البلاد ولاد المنطقه، ماشي تنقول لك اقليم الناظور ولاد البلاد ممكن يعني ينجح بهم. اما باش غادي يجيب الدراري يعني 95 من برا و5% هنا، انا تنقول لهم بان النادي اللي تينجح وهو تيعتمد على ولاد البلاد 95% ولاد البلاد و5%. خلينا نجيب جوج ثلاثه يعني عزز الفريق، نعزز الفريق اي نعزز الفريق، ولكن باش نجيب انا يعني لاعبين يعني كلشي كلشي من برا يعني صعيب وتتلعب في الهوات، ماشي تبقى في القسم الثاني ولا بريمير ديفيزيون هذا ماشي مشكل، ولكن تتلعب في الهوات يعني وتجيب لعابه من برا يعني. نقول لك اخويا محمد انا تنتمنى الهلال الناظور فريق المسؤولين ديال الهلال الناظور، لانه فريق تيبكي بصراحه، فريق يعني له تاريخ ودوز لاعبين يعني كبار. هذا الواقع تنتمنى ان شاء الله من المسؤولين انهم يعني تكون واحد التفاته قويه قويه للهلال الناظور، لان المثل الوحيد وهو هلال الناظور، لان احنا كنا تنخرج وتمشي ما خلينا حتى بلاصه في المغرب لعبنا فيها دائما الاسم ديال الهلال الناظور يعني مذكور. تيقول لك تاريخ، تيقول لك اشهد اشنو واقع الهلال. تنقول المودي راه مشاكل وشي اللي كاين، اما يعني انا تنتمنى من المسيرين يعني يلتفتوا لهذا الفريق العريق، فريق هلال الناظور ماشي فريق يعني صغير، كبير علينا كاملين، كبير على المدينه، لانه فريق كبير دوز لاعبين بالخدا والروبيو وزيد 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 وزيد، لانني انا كنت صغير وكنت نتبع يعني في الراديو كنت نسمع هلال الناظور كانت عزيزه عليا، دائما تنبغيها تربح وتكون يعني في المقدمه. سي محمد بخاش هذا الموسم هذا حنايا دابا حنايا بدينا التدريب يعني مبكرا يعني كنستعدوا يعني البطوله الاقليميه والدوريات اللي تنظموا اللي غادي تنطلق ان شاء الله في الاواخر ديال شهر 9 يعني تنتسناو غير ملعب الشيبه والرياضه يعني يسمحوه يعني غادي نبداو النشاط ديالنا في ملعب الشيبه والرياضه. دابا حنايا في الملاعب بالقرب ديال الكورنيش يعني غير تن نعم ملعب جميل كما تشاهد يعني واو يعني تجي هنايا صراحة يعني تترتاح. هذا الواقع يعني حاجة كبيرة ملعب شي بورياضة يعني كاين خصو غير الماء، المشكل اللي كاين هو خويا محمد وهو خصو غير الماء ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله مستقبلا و تنسير هذا الفرص نعم اللاعبين اللي فاتوا من الاتحاد ما ينساوش الخير ديال هاد 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 الجمعيه هادي، ما ينساوش الخير ديالها. انا كل من داز ولكن الناس اللي دازوا راه في اوروبا حاليا. نعم كاين دراري في اوروبا، فكرتيني كاين دراري راهم تيلعبوا في اد الصغرى يعني ديال النوادي ديال كاين في مالاكا كاين هاد الناس ما خصهم ينساو المدرسه الام. لا لان المدرسه ديالهم يعني هم ما ينساوهاش. غير بالماتيريال. نعم اخويا محمد لان هاد المدرسه هادي وهاد لي توني هذا راه كامل كامل راه ملبسوه. راه عندي 200 حبه من هاد من هاد 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 بانتاكوم يعني ديال الاقمصه ديال الانترام، لان كنت شريتها يعني ولبسوها العربي راك شتي شاهدتي على الصوره منو كان العربي راه لبس هاد القميص هذا. وهذه رساله يعني خاص اللاعبين يعني دازوا هاد المدرسه هاد الخير ديالها
لانها مدرسه عطاتك انت خصك اللي موظف الله يسهل عليه واللي في اوروبا يعني حتى هما خصهم يلتفتوا لهذه المدرسه هذه ويعطيوها يعني الحق ديالك كباقي جمعيات. شكرا سي دريس، طبعا الحال جينا لبينا الطلب ديالك وجينا باش نردوا على الناس اللي كتبخس بعض الجهود، فكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وكنتمنى لكم مسيره موفقه سي دريس. شكرا خويا محمد وشكرا للشوف تي في اللي هي دائما يعني سهره على الرياضه وسهره على بزاف ديال الحوايج. شكرا خويا محمد. شكرا.